تحية من جديد وجديد. ترحب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل السادة متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم صباح الخيرات عليكم جميعا، مباشرة من إقليم آزيلال. بعد أخبار ظهور أسد ضواحي منطقة تقلفت، قناة الشعب قناة شوف تي في في الطريق وفي قلب جبال المغرب العميق للبحث عن هذا الأسد الأطلس أو هذا السبع، اللي حسب ما يروج من أنباء فواحد الشخص كيشتغل كسائق سيارة إسعاف شيفو ديال الأمن. دائما كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، معذرة عن انقطاعات المتكررة، فهي نتيجة من مصدر خارج عن إرادتنا بطبيعة الحال، من الشركات ديال الاتصال، الريزونايا ضعيف وكذلك الكونيكسيون. كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فهنا في الطريق كنت وغلو مازال في جبال المغرب العميق من اقليم آزيلال. فكما قلت مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فواحد الشخص كيشتغل كسائق سيارة اسعاف، يعني شيفور ديال الامبيلونس، كان غادي بواحد السيدة يوم الخميس الماضي، صبيحة يوم الخميس الماضي وبالليل مع الوحدة ونص، قال بانه صرح افاد بانه شاف واحد السبع، شاف اسد هنا في المناطق ديال تقلفت، ضواحي تقلفت باقليم آزيلال بجهه بني ملال خنيفرة. اليوم منذ الصباح وحنا في الطريق ان شاء الله تعالى باش نشوفوا، نقلبوا على هاد السبع اللي لقيناه حتى حنا، علاش لا نشوفوا هاد السبع نيت واش كاين ولا لا، واش هاد السيد تيقول المعقول تيقول الصح ولا غير تخيل ليه الامر، ما تعرف مع السوقان يقدر يكون تخيل ليه الامر. درا نشوفوا متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، هذه المناطق اللي قال السيد داز منها، هنا بدينا فيها دابا، المناطق اللي قال السيد بانه راه داز منها بلومبيلونس ديالو. غنمشيو معاكم متابعينا مشاهدنا الكرام، نقلبوا على هاد السبع واش كاين بصح شي سبع، واش هو سبع، واش هو قط، واش هو فار، واش هو حيوان، شي فصيلة أخرى، نشوفوا نشوفوا معكم متابعينا مشاهدنا الكرام. ومعذرة لأنه في بعض الأحيان كتنقطع الكونيكسيون، كتمشي شبكات الاتصال، فهي نتيجة الأمر ديال الانقطاعات خارج عن إرادتنا بطبيعة الحال، نتيجة من المصدر اللي هو شركات الاتصال. راه كنجربوا ثلاثة الشركات ديال الاتصال، يلاه بالكاد كتشد لينا هنا شوية، ثلاث شبكات ديال الاتصال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسكينة ديال المغرب العميق والجبال ديال الأطلسين المتوسط الكبير في معاناة دائمة دائما مع هاد القضية ديال لاكونيكسيون والريزو هنايا. يا طريق وعرة صعوبة في الطريق مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فبطبيعة الحال صعيب باش تدوز من هاد الطريق لما كنتيش ود المنطقة وحافظها، مشكل هنايا لأنه طرق كارثية. عدنا لكم من جديد مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، كما قلت فالانقطاعات نعتذر عن انقطاعات متكررة، فهي نتيجة من الشركات ديال الاتصال، الكونيكسيون كتمشي. غنشوفو السبع اليوم، غنقلبو على السبع، غنشوفو شنيت كاين هاد السبع هذا اللي قال هاد السيد. هي كانت الرواية من شخصين ماشي من شخص واحد فقط، خرج شي شخص آخر حتى هو وقال بأنه راه في نفس التوقيت، يعني الواحدة والنصف من صبيحة يوم الخميس الماضي، فحتى هو قال بأنه شاف سبع، لا شاف حيوان هو قال، ما حددش السيد الثاني، الرواية ديال الشخص الثاني ما حددش واش سبع واش ضبع، قال شاف حيوان أشبه حيوان كبير. إذا هنايا السلطات المحلية كان من المفروض وكان من اللازم أنها تخرج لعين المكان ودير المعاينة ديالها ودير الإجراءات اللازمة، فعلا أما إجاب الملكي السلطات المحلية ديال تقلفت
مشكورين على البادره اللي قاموا بها والواجب اللي داروه بطبيعه الحال. فمشاو للمنطقه اللي قال لهم السيد، وصلوا داروا المعاينه، داروا الاجراءات اللازمه، لانه كيتبين في اخر الامر بانه حسب ما تم التصريح به فتتبين في اخر ولو اخر الامر انه بعد البحث بعد التقصي بعد المعاينه فما كاينش اثار، لا وجود لاثار حيوان مفترس او حيوان كبير الحجم، لا وجود لهذا الاثار. فهذه اش غنقول لكم، واحد القضيه ما بين الحقيقه ظهور السبع او ظهور الاسد الاطلسي في منطقه تقلفت ضواحي ازيلال اقليم ازيلال، فبين الوهم والحقيقه غموض كبير، لانه حنا ما غاديش نجزمو، ما غاديش نقولوا كاين سبع، ما غنقولوش ما كاينش سبع، هذا تيبقى من اختصاص السلطات، من اختصاص الوكاله ديال المياه والغابات والناس المسؤولين، فهما اللي غادي يقولوا لنا واش السبع كاين واش السبع ما كاينش، واش فعلا هذا السيد قال المعقول، واش فعلا هذا السيد شاف السبع النيت ولا ما شافوش. فهذه تتبقى امور تعود للسلطات المختصه هي اللي عندها هذا الامر، نحن فقط نتقصى نبحث ونعطيكم الصوره والواقع بالبث المباشر. فكما كنشوفوا متابعي قناه الشعب قناه شوف تي في، فاحنا في الطريق ضواحي تقلفت باقليم ازيلال في جبال المغرب العميق. كما قلت مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، فاحنا معكم في التغطيه الحصريه بطبيعه الحال، حصريا لقناه الشعب قناه شوف تي في، القناه الوحيده في المغرب اللي غتوصل لهذه المنطقه اليوم ان شاء الله تعالى. غادي نشوفوا معكم ونبقاو معكم في البث المباشر، وان شاء الله علاش لا ما نلقاو السبع، بغينا حنا حتى حنا نلقاو السبع نشوفوا علاش لا، لانه السبع شي حاجه اللي زوينه، حيوان بطبيعه الحال المغرب معروف بجبال الاطلس ومعروف بالاسد الاطلسي، واللقب ديال او التسميه ديال لاعب المنتخب الوطني المغربي فهي اسود الاطلس. حنا عندنا الاسد الاطلسي بطبيعه الحال، غير هو غنشوفوا واش هذا الاسد الاطلسي واش نقارد فعلا، واش ما بقاش ولا باقي، يعني اذا كان باقي بطبيعه الحال فهذا ماشي غنقول انجاز ولكن افتخار، لانه اسد الاطلس من احد الانواع ديال الاسود النادره لي على ما يتداول على ما يروج بانه اسد الاطلس او الاسد الاطلسي ما بقاش. غنشوفوا اليوم فهاد رحله البحث على السبع، رحله البحث على اسد الاطلسي، غنشوفوا راك تسدي من حدا، لا باقي ما نسداش من حدا، حنا حاضرين دابا غاديين وحاضرين، راه معايا واحد الاخ تا هو تيساعدني بواحد عنده هذيك ديال العينين ديال الجبال وديال الغابات تيراقب بها معايا بطبيعه الحال، علاش لا تا حنا نتقصاو ونشوفوا شنو اللي واقع. الجمال ما كنشوفوا بطبيعه الحال، بطبيعه الحال هو الامر ديال البحث على الاسد الاطلسي فيعود الاختصاص لمن الاختصاص له ماشي لينا حنا، ولكن نحن نتقصى الحقائق بطبيعه الحال، نبحث في اطار تنوير الراي العام بالمعلومه، نشوفوا واش هاد السبع النيت كاين، واش هاد السبع بان بعد ما